يا اهلا بيكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا احنا النهارده عندنا ماتش مهم جدا امام بيراميدز. الماتش هيكون فيه كلام كتير عايزين طبعا نتكلم فيه، واكيد برضو هنتكلم عن مباراه المحله والاداره الجديده للمباراه من سامي قمصان. كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا في فقرتنا الاولى، كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. اهلا بيك. صباح الخير. صباح الفل. أنا هبدأ من زاوية مختلفة، مش أداء الأهلي وكابتن سامي قمصان الفترة اللي فاتت، لا أنا عايزة أروح لزاوية أهم دلوقتي، هي فكرة الحكام أو التحكيم، الطاقم التحكيمي اللي هو مفروض روماني، والحكم تحديدا الحكم سيمي فاينل أوروبا والكل يعلم ما هو سيمي فاينل أوروبا، والاعتراضات اللي جت بعد كده يقول لك وليه روماني وليه هولندي وليه أمريكي وليه حاجات غريبة. ليه أنا بسأل السؤال ده؟ عايز أبدأ بالنقطة دي، لأن مهما حصل مفيش رضا، دايما يبقى فيه انتقادات. أنا بشوف إن الحكم ده من الحكام الرائعين جدا، حضرتك تتفق معايا، فليه حصل هذا اللغط على السوشيال ميديا وبعض المنابر الإعلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للتحكيم إحنا يعني لينا سابقة معاهم، عندنا سوابق يعني يمكن أقرب سابقة اللي هي السابقة بتاعت العام الماضي 15 بونت، يعني بصراحة بسبب التحكيم ضيعونا دوري، مشوار طويل بالظبط ومجهود، والبطولة المفضلة بالنسبة لنا هما والفار كمان، يعني حتى الفار بردك عنده أخطاء غريبة الشكل، وده اللي احنا بنطالب بيه بالنسبة لتجديد المنظومة الإدارية اللي في المنتخب، اللي هي منها التحكيم ومنها الفار، ومطالبين إن يبقى في حكم أجنبي يدير المنظومة دي. المانع ما قطر عملت كده والسعوديه عملت كده، بس هي ايه المانع؟ وفي نفس الوقت ليه احنا واصلين لمرحله ان احنا عايزين نروح لبره؟ فهمني حضرتك، انا ليه ما عنديش طاقم تحكيم مصري وانا بشوف ان احنا عندنا يقدر ان هو يحكم لي وابقى مرتاحه من جوايا ان مش هيبقى فيه اي انحياز او اي مشاكل او اي قرارات مش سليمه، صح ولا غلط؟ بالظبط، احنا ما بنقللش من حكامنا، بالعكس يعني حكامنا فعلا زي ما قلت انا هو بس ما هو اللي بيحصل ده هو اللي بيقلل، لكن حاجات كتيره جدا يعني احنا هنفضل لغايه امتى مقضيينها ان احنا نتلسع من الشوربه فننفخ في الزبادي؟ يعني الوضع ده مستمر بقالنا فتره، بقالنا كتير يا كريم، يعني بنتكلم في حكام وبنتكلم في فار، طب فاضل ايه؟ عايز اقول حاجه، يعني انا على صفحتي في مقوله كده كنت بسال فيها سنه 79، ليه الجانب الاداري في المنتخب مخفق وليه الجانب الفني قليل؟ من 79 يعني بسأل سؤال وحد جاوبك ولا لسه؟ ولا حد جاوب ولا حاجه. من 79 لسه؟ من 79 يعني عايز اقول لك طب وبعدين يا كابتن؟ ان القصه كانت كره القدم بتضيع مننا يا كابتن. حقيقي بتضيع فعلا. لازم كريم يبقى قرارات جريئه. يمكن طلع الكابتن حازم امام وقال احنا هنجيب خبير اجنبي للتحكيم، هايل يا حازم، هنجيب خبير اجنبي لقطاع البراعم والناشئين ومنتخبات الشباب هايل حازم، هنجيب خبير اجنبي للفريق الاول. هو ده عايزين ناخد الخطوه دي، هتفرق معانا بشكل كبير جدا. الخواجه برضك بينقلك نقله ولا عشان الخواجه بيبقى مضمون ان هو خالي من الاهواء وملوش اي انتماءات ولا حسابات، فبيبقى اسهل لهم ان هم ايه عشان يعفوا عن نفسهم بالظبط الكلام الكتير، لا نجيب حد اجنبي ويشيل العيب من عليه بقى. والاجنبي هيدور المنظومه باحترافيه وبنظام، مش عارف احمر من ابيض من اخضر من اصفر، مش عارف مين اللعيب النجم اللي لازم يراعيه الى اخره. كل الحاجات دي هتمشي بانضباط وهتمشي باساليب فيها احتراف وفيها استراتيجيه وفيها بلان وفيها خطه، حتى لو قصيره المدى سنتين، بلاش طويله المدى 4 سنين، ناخد سنتين بس، لان فعلا يعني مصر يعني حرام اللي بيحصل في الكره المصريه وفي تاريخ مصر بالذات. يعني احنا اخفاقات اخفاقات اخفاقات، وبعدين نطلع نقول للناس معلش حقكم علينا وهنصلح وهنجيب ونعالج ونلزق مش هينفع، مش هينفع. احنا يعني هنبقى بعيد قوي، يعني الناس الشارع المصري الكروي قلقان جدا عن المنتخب، ما عندوش احساس ان فعلا المنتخب ياخد بطوله عربيه او ياخد بطوله افريقيه او يوصل كاس العالم، ففي احباط بشكل كبير جدا. لكن كان في مؤشر اهلي وزمالك يعني ادانا بريك من الامل، الناس كلها توقعت ان حتى المباراه ال 124 هتطلع بالمستوى الضعيف الهزيل اللي عشان اللي جرى بالنسبه لخروج الاهلي، خروج الزمالك من افريقيا ثم المنتخب بعد كده واخفاقاته. لكن اللاعبين فاجئونا بصراحه ان في حاجه،
في حاجه فنيه موجوده في ارض الملعب، في لعيبه على اعلى مستوى، في لعيبه مهاريه، في لعيبه تكتيكيه، محتاجين بس يعني حاجه تشد من ايديهم شويه، حاجه شخصيه قويه تقدر تفرض اسلوبها، تفرض شخصيتها، تفرض استراتيجيتها، تنقلنا لل ده. الكلام ده ينطبق برضو على مدير فني للمنتخب لو بالزبط. حضرتك تتفق معايا فكره هنا فرض الشخصيه برضو، ان انا عايزه اوصل مرحله ان انا يبقى عندي مدير فني مصري نايل الثقه من اكيد الاتحاد، نايل الثقه من الجماهير، ونايل الثقه في نفسه. لان خلي بال حضرتك مهما انا كنت شخص واثق في نفسي بس داخل على مهمه انا عارف ان انا يتم انتقادي قبل ما اصلا مبدا واوري الناس انا عندي ايه، فده في حد ذاته ممكن يؤثر بشكل كبير على الاداء. واحنا لا نثق في بعض، ما اعرفش ليه برضو بنسب عندنا هذه النقطه، وانا ضدها جدا خلي بال حضرتك. لان احنا كان عندنا سابقه قبل كده اكتر من مره في مديرين فنيين مصريين بالزبط. وكانوا اكثر من رائعين. فنقدر القصه ان انت تقدر، بس انت ليه مش بتحقق ده على الارض كتير؟ ده اللي عايزين. بص يعني أنا كلامك مظبوط، وفعلا احنا كان عندنا تاريخ حافل مع مدربين مصريين واعدين، كابتن جوهر الله يرحمه والكابتن حسن شحاته طبعاً. بانجازاتهم شوق غريب في المراحل السنيه الاولمبي والشباب. لكن انا عايز اقول لك، عايز اقول لك يا كريم ان المدرب المصري مرحله انتقاليه دايما يعني في خواجه اخفق يبقى يجي مصري. اللي نهاوند كانت بتتكلم فيه ده بالمناسبه الى حد كبير، انا حتى سرحت للحظه وتخيلت انها بتتكلم على كابتن سامي قمصان اللي هي بتتكلم عليه فيما يتعلق بالمنتخب الى حد كبير بالزبط. ينطبق حتى على النادي الاهلي بمدراء فنيين مؤقتين مصريين، وهم كمان عملوا شغل زي الفل، ولا سيما كابتن سامي قمصان. اللي عايز استاذنك ان احنا نرجع ونعرف تقييم حضرتك للفتره القصيره اللي فاتت، بس استاذنك نطلع فاصل الاول ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يا ترى النهارده اليوم هيمشي ازاي؟ هننام مبسوطين ولا هننام زعلانين؟ السكور هيبقى كام؟ لا ان شاء الله. التوقعات ايه؟ الكروت اللي المفروض يركز عليها كابتن سامي قمصان النهارده كابتن ماهر ايه هي؟ احنا اولا طبعا عايزين نتكلم على سامي، لان سامي ابن النادي الاهلي المخلصين طبعا. استفاد الفتره اللي فاتت من مستر موسيماني بشكل كبير جدا، وده ميزه ولاد النادي، انك انت يعني بتحاول تسخر كل امكانياتك اللي تفيد الراجل ده عشان المنظومه تنجح. ودي سمه من ضمن السمات اللي احنا تربينا عليها في النادي الاهلي. مجلس اداره بيجيب الجهاز ده، والجهاز ده بيبقى معاون الراجل ده في كل حاجه، الحاجات الاداريه، معاه كمان سيد، كمان سيد عبد الحفيظ من المديرين الكوره اللي نضجوا بشكل كبير جدا. فبصراحه المنظومه كلها اشتغلت مع مستر موسيماني الفتره اللي فاتت بما يرضي الله. جه رحيل مستر موسيماني وده وارد، يعني الفترات الاخيره ما كانش فيه تركيز بالنسبه له، فطبعا كان قرار مجلس اداره ولجنه التخطيط كان قرار حكيم انه خلاص موسيماني قال لك انا جالي الضغط وجالي السكر ومش قادر من الضغوطات. جاله يعني الضغط والسكر والله؟ عشان إيه انا كل ما بلعب لازم اكسب ولازم اخد بطوله. طب ما انت عايش معانا بقالك سنه وست اشهر وهو ده النادي الاهلي، وانت خلاص المفروض اقلمت وتعودت على كده، لكن واضح انه ما قدرش. ممكن السكر تراكمي. هو غالبا السكر تراكمي. ما قدرش، لكن سامي الحمد لله يعني تولى المهمه. طبعا سامي اول حاجه، سامي ده دور المدير الفني المصري بقى ابن النادي، اول حاجه بيعملها ان هو نفسيا بيحاول يهيئهم اللعيبه. وده حصل بصراحه على ارض الواقع، حصل فعلا نفسيا. ده الدور الامثل والاهم بالنسبه له، لان فنيا وبدنيا وتكتيكيا اللعيبه متواجده وبتنفذ اللي بيطلب منها بشكل كبير. رجوعا بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، هل برضه هتنطبق على حاله كابتن سامي قمصان؟ يعني سيظل كابتن سامي قمصان مدير فني او مدرب بشكل مؤقت لحين جلب مدير اجنبي؟ استكمالا للنقطه بتاعت يعني مدربين الاجانب بالظبط، هيستمر ده اللي الوضع هيكون عليه. ده تكليف من مجلس اداره لسامي. لا انا فاهم، بس انا عايز اقول لك ما هو ما فيش اي فرصه مفاجات باستمرار كابتن مثلا سامي قمصان. بص كريم، ولا العرف بيقول ان ده مش وارد؟ لسه هقول لك بقى، هو العرف بيقول ان المدرب ابن النادي بيوضب البيت وبيجهز كل حاجه لحين عوده راجل خواجه، يلعب المباراه اللي موجوده اللي جايه، واخد بالك، ويبدا طبعا هو مدير فني واعد يبدا يشتغل عليها، مطالب منه برضك انه يكسب ويؤدي الاداء اللي احنا كلنا بنرجوه. وسامي ماشي بالخطوات ديت، وبيحاول ان هو يثبت التشكيل طريقه اللعب، وبيحاول يشرك كمان بعض من الناشئين، ودي حاجه كويسه.
هتحسب لسامي بعد كده. طبعا اشراكه للكوكا من بدايه المباراه، ادى قبل كده في مباراتين الكاس لمصطفى شوبير وادى كوكا، وبعدين زياد فاجئنا الفتره اللي فاتت، فدي من ضمن الحاجات اللي هتحسب ان شاء الله باذن الله لسامي. سامي وسيد هيبقوا عندهم يا عيني مجهود كبير جدا جدا الفتره الجايه، عشان الراجل اللي جاي بسرعه يا كريم يخش المنظومه بسرعه، يدخل في الفرق، فبدأوا يوضبوا له الحاجات الاداريه بسرعه، الماتشات اللي النادي الاهلي فيها وحش، ماتشات النادي الاهلي فيها متوسط، الماتشات الاهلي فيها نص متوسط او فوق المتوسط، بعدين جيد وبعدين مباراه ممتازه، الراجل بيبدا يتعايش مع الحاجات دي كلها، وبعدين يبدا يقول ستوب، يدي ادوار للمجموعه دي في الشغل، وهو بقى يقود المنظومه خلال الفتره اللي جايه. لكن النهارده سامي عنده مباراه من المباريات من العيار الثقيل، يعني واضح قوي ان بيراميدز عنده نخبه من اللعيبه المميزه. اه هو داخل يعني بيبقى اي مباراه مع الاهلي داخل مستقبل يعني ومركز ومركز، وهم برضك عايزين يخشوا يخشوا في المعمعه يعني. لا ومباراه كاس كمان ما فيهاش بقى، ما فيهاش بقى يعني يعني لازم حد واحنا مش عارفين حتى الكاس ده كريم القديم هو ده جديد ولا ولا الكاس الجديد؟ احنا لسه عاملين ورق. لا احنا لسه عاملين ورق. ده مين فيهم؟ انا مش عارف. ده القديم ماتش النهارده، ده القديم دور الثمانيه. لا انا بتكلم على قرعه كاس مصر الجديده. الجديد بقى كاس مصر الجديد، ايه رايك اصلا في القرعه وفكره ان احنا هنقابل المقصه في دور ال 16 برضه؟ ما نخلص من القديم انا وانت، احنا مش عارفين يعني. احنا صراحه نسلت ايدنا من اللي فات نخش في يعني احنا طول عمرنا كده يعني، نخلينا في القديم وبعدين ما الكره اتعملت بقى، ما مش بايدينا، وبعدين نخش امر واقع في الجديد. برضه بالمناسبه كابتن ماهر، كنا بنتكلم من شويه انا ونهاوند، ويمكن في مقدمه حلقه النهارده ذكرنا التفصيله دي المتعلقه بكيروش واللي حصل مع كيروش، وفكره ان اتحاد الكوره ارسل له مستحقاته كامله بين قوسين ما عدا ما تم خصمه نتيجه عدم حضوره للمؤتمر، اللي هو رجع بعد كده وقال لك انا ده سبب تقني، انا مش طرف في الموضوع ده، فتخصبه مني ليه وما يصحش كده وحاجات من النوع ده. رايك ايه برضو في اللغط اللي حصل يعني؟ عايزين نوصلنا انهم حقانيين يعني وقلبهم على البلد وفلوس البلد يعني. دي لوائح، مفروض ان الراجل بياخد حقه من خلال اللائحه حسب العقد المشروط بينه وبين اتحاد الكوره، المفروض ما فيش حاجه تتاخر بالنسبه له، مكافئات او بالنسبه له حته تاخيره ده، دي لائحه. الراجل انت اتاخرت على المؤتمر الصحفي، واخد بالك، وبناء عليه لازم طبعا الاتحاد الكوره اللي هو اللي بيرعاه يخصم منه، فدي حاجات ما تزعلش، حاجات في الاحتراف يعني. لكن هو في كلام ان كروش يرجع تاني او ما يرجعش تاني يعني، دي برضك حاجه غريبه علينا يعني. لكن خلينا في سامي، احنا سامي بنتمنى لسامي ان هو يستمر لحين عوده الخواجه، هتبقى مهمه سامي خواجه مهمه فيها تركيز، مهمه فيها يعني مشقه كبيرة جدا، لان كنت عندك بطولتين بتشارك فيهم. أيوة او ثلاث بطولات دلوقتي، كاس بطولتين ودوري بطولة. فيهمنا جدا جدا ان احنا يعني نكسب مباراة النهاردة، والمباراة المتبقية لينا يمكن المباراتين المؤجلة او ثلاثة المؤجلين في الدوري مهمين جدا ان سامي يكسبهم، عشان نفرح عن الزمالك باربع نقاط ونستمر. طبعا لما بنركب الجدول ما حدش بيحصلنا ان شاء الله يحصل. ان شاء الله احنا عايزين نركب الجدول بقى ونستمر، ويعود الاهلي مره ثانيه وهذا اللقب المحبب بجد للجماهير، مش هقول جماهير نادي الاهلي المصريين بس، اللي بيعشقوا النادي الاهلي كل مكان. عايز اقول لحضراتكم والله انا شفت كذا فيديو كمان بعد مباراه القمه، ل يعني ناس عرب من كمان الوطن العربي كتير، ناس محروق دمهم كان زينا، ناس تقول لك يا جماعه الماتش كان في ايديه، كل واحد بقى بلهجته. كانوا عاملين فيديوهات، انا انبسطت بصراحه لما تلاقي ناس من تانية كمان مش مصريين وعرب بيحبوا النادي الاهلي بهذا الشكل، وعندهم يعني زعل او غضب ان النادي الاهلي كان مكانه في حته تانية ويستحق ذلك، الواحد بيفرح. فان شاء الله يعني يكون النهارده المصير بتاع الماتش، لان تاني هنرجع نقول هو مش ماتش عادي ومش هيبقى ماتش سهل، وكان في توقعات بالمناسبه عرضناها، الناس متوقعه ان شاء الله فوز الاهلي بثلاثة واثنين. توقعك ايه عشان نختم بيك؟ لا ان شاء الله باذن الله هنكسب باذن الله. مش كام يعني؟ اديني رقم يعني. أيوة. 2-1. انا قلت 2-1 برضه. 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعني يسمع منكم ان شاء الله. ان شاء الله تنتهي مباراه النهارده نهايه سعيده بالنسبه لكل الاهلاويه. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا كالعاده، ونشوفك على خير باذن الله. وهنطلع فاصل يا حضرات، نرجع باذن الرحمن من الفاصل تلاقوا نهاوند مستضيفه دكتوره دينا ابو سعود، وتتكلم في موضوع اكيد مهم جدا بالنسبه لكم، خليكم معانا.